مش عارفه شو بدي اعمل ولا كيف بدي اتصرف. بعرف انك مرتبط بس مخرومه فيك، ما بعرف شو اعمل. انا كمان مغروم فيك وما عم بعرف كيف بدي اتصرف معك. ضايعه ومضيعتيني معك. خوطة ورح تجننيني. كمان في غنوة بالدق، يعني قد ايه عم تتعذب. انا بدي اكون معه وبنفس الوقت ما عم بقدر اطلع فيها، ما عم بقدر اقرب منها وهي حاسه بهيدا الشيء. يمكن اذا بتركها بتصير احسن. بليز لانيا، خلينا نتفق. نتفق على شو؟ نتفق انه نكون سوا. أنا وياكي بنحب بعضنا ومبين هيدا الشيء. ليه عم نتعذب هيك؟ ليه عم نعقد الأمور؟ إذا بنكون سوا وبنتشارك كثير كثير قصص بحياتنا. وغنوة؟ ولك عن أي غنوة عم تحكيني؟ مش ظابطة قصتي مع غنوة. أصلاً لو ظابطة أنا ما كنت انغرمت فيكي بهالسرعة.